بون، السلام عليكم. عندي الشرف أكون معكم. مبارك عمر، من مواليد 11 نوفمبر 98، من ولاية شلف. لاعب بديت في الحومة كما قاع اللاعبين، وين ترعرعت قريب 11 سنة في فريق جمعية شلف، وين حصلت معهم 3 ألقاب تاع كأس جمهورية فئات أقل من 13 سنة، أقل من 15 سنة، وأقل من 19 سنة. ومن بعد كانت عندي تجربة خفيفة وين لعبت عامين نون سينيور مع لايسو شلف، ومن بعد مكتبش المكتوب وين مشيت للفريق شباب عين تيموشنت، وين كان اتصل بي رئيس فريق شباب عين تيموشنت، وين مشيت لعبت هذاك العام على لاكسيسيون، وين ما كتبش ربي ما طلعناش، وين درنا بون سيزون. ومن بعد جاني اتصال من فريق مولودية البيض، وين تاني كان كونتاكت سهل، وين مشيت لفريق مولودية البيض، وين رحبوا بيا كامل مدينة وسكان ولاية البيض، نشكرهم من هذا المنبر. الحمد لله لقيت راحتي في فريق مولودية البيض، وين درنا ان جروب، درنا بون سيزون، خدمنا. نشكر المدرب شريف حجار اللي دار فينا ثقة، وكونا جروب سودي وين ختمنا البطولة في المركز الرابع والحمد لله. ومن بعد كانوا عندي عدة عروض منهم اتحاد العاصمة، وكنت شاورت مع الوالدين، شاورت مع الأهل، مع أصحابي، وين دي شفت الاتحاد هو الفريق المناسب ليا باش ان شاء الله نزيد نبرز في الفريق هذا، وان شاء الله واحد يرى اوبجيكتيف، وان المدرب عبد الحق بن شيخة وضع فينا ثقة، وان شاء الله احنا نكونوا عند حسن ثقة تاع كوش تاعنا ان شاء الله، وان شاء الله نديروا كلش باش نردوا له هذه الثقة تاعو اللي دارها فينا ان شاء الله. وعندنا طموحات مع هذا الفريق ان شاء الله نوصلوا ليها في نهاية الموسم، وان شاء الله نشكره تاني انصار الاتحاد اللي ناس كامل شكرتني، الناس كامل الحمد لله وضعت فيها ثقة، ان شاء الله نكون عند حسن نية الانصار رئيس الفريق وضع فيها ثقة، ان شاء الله احنا نرد لهم هذا الخير ان شاء الله ونكونوا عند حسن النية ان شاء الله. هون الاتصالات قلت لك ما كانتش زعما صعيبة، ولا كانت عندي عدة عروض، من بعد لحقني اتصال من فريق اتحاد العاصمة، كان اتصل بي رئيس الفريق وين قال لي اسكو راك عندك اني دي باش جيت تلعب عندنا في فريق الاتحاد، وانا من الصغر كنت نحب هكا زعما اتحاد العاصمه، نحب نلعب في فريق اتحاد العاصمه، والحمد لله اليوم راني في فريق اتحاد العاصمه. كانت مفاوضات سهله، ما زعما ما داتش وقت بزاف، وكانت عندي فكره اسكو عندي لاعبين كانوا يلعبوا معايا ديجا، مغيلي، بنزازه، فتوحي، ومام لي زونسيا لاعبين تاع اتحاد العاصمه نعرفهم وين سهلوا لي الماموريه، ومام اي واحد يتاقلم في المجموعه باسكو عندنا بون جروب، عندنا لاعبين قاع دي جان قاع ولاد فاميلا من نهار الاول يسهلوا لك ماموريه، ما تحش روحك جديد في الفريق ولا الحمد لله يا ربي. كاين صوالح بيان سير، تلقى صوالح جديد في الفريق اتحاد باسكو فريق كبير، فيها لقيت راحتي انا من نهار الاول اللي جيت الفريق، لقيت راحتي الفريق منظم، فريق معروف في الكره الجزائريه، فريق ما شاء الله. بيان سير دروك تحس بلي كاين ديفيرونس، باسكو كنت بالك في مولوديه البيض ولا في شباب عين تيموشنت، ماشي كيما تكون اليوم في فريق اتحاد العاصمه، فريق كبير الجزائر كامل تعرفو، الجزائر كامل تبعو، بيان سير تلقى هذيك لا ديفيرونس. ايه الحمد لله كيما كنا كيما رانا الحمد لله يا ربي. كانوا عندي اتصالات، شحال من اتصال، وين بعد لحقني عرض اتحاد العاصمة، وين شاورت الاب تاعي اللي هو متبعني بزاف، كي سقسيتو قال لي هذه اوكازيون تاعك ما تراطيهاش، قال لي زعما ما تلقاش فريق افضل من فريق اتحاد العاصمة، والحمد لله انا درت راي الوالدين والحمد لله راني في اتحاد العاصمة. وسير وين كانت كوب دافريك هذه، وين سبب من الاسباب اللي خلاتني نزيد نختار هذا الفريق، باسكو اي واحد يتمنى باش يلعب كوب دافريك، تلعب سوبر كوب،
وعندنا طموح ان شاء الله، واحد يحب يوصل لحاجة ان شاء الله نوصله ما خير، ونزيدوا لما لا كوب دافريك نسيبر كوب ان شاء الله ربي يوفقنا. الحمد لله انا نلعب لي بوست تاع ميليو تيران نلعبهم من الصغر، لعبت كامل لي بوست، مي اكتيالمون نلعب سونتينال ولا نلعب رولير. كاين بزاف لاعبين كنت نتبعهم ملي كنت صغير، مي كنت نحب بزاف دي روسي ولا بيرلو ولا فيراتي، كنت نقرا اليز، مي كنت توجور كي نكمل القرايه تاعي كنت نحب الفوت دائما، باسكو بديت الفوت صغير، كنت كل ما نكمل الدراسه تاعي نرفد ساكودو تاعي نروح نتريني توجور. ومن بعد الحق في واحد المومو ما وليتش قادر نكمل، يا يعني نقرا يا نلعب، هيا ديسيديت مع الوالدين صاي ديت الوجهه تاع كرة القدم والحمد لله. بيان سير كيكون فريق كبير مثل اتحاد العاصمه تستنى في اي لحظه دعوه الناخب الوطني، وحنا ان شاء الله نخدمه، احنا عندنا رغبه باش نكونوا في المنتخب، عندنا رغبه ان شاء الله باش نوصلوا ورانا 80، وفريق اتحاد يزيد يعاوننا ان شاء الله باش نكونوا في المنتخب الوطني. بون مدرب بن شيخة غني عن تعريف من الصغر ملي كنت صغير وهو في مجال تدريب كرة القدم، والحمد لله اليوم راك تشوف وصلنا باش نخدمو معاه، الحمد لله صافي ان غرون بليزير نكون مع الشيخ عبد الحق بن شيخة، وان شاء الله نخدمو ونزيدو نتعلمو من عنده، وان شاء الله نوصلو ويوصل معنا ورانا حابين ان شاء الله. ان شاء الله احنا بيان سير فريق كيكون كبير لازم ينافس على كل الجبهات، وما يخفى لك رانا في السطاج هذا رانا نخدمو باش نكونوا واجدين الكامل، سواء شامبيونا كوب دالجيري سوبر كوب ولا كوب دافريك، كيما قال لك احنا الشامبيون كوب دافريك راهي عندنا ان شاء الله نخلوها عندنا، والشامبيون نروحو ماتش بار ماتش، وكوب كوب دالجيري تعرف نجيروها ان شاء الله وربي يوفقنا. نطلبوا من انصار فريق اتحاد العاصمه خاصه هذا الموسم يقفوا معنا، وان شاء الله نكونوا على وتر باش نفرحوهم ان شاء الله، باسكو يستاهلوا كل خير، وان شاء الله معروفين انصار اتحاد العاصمه انصار اللي حبوا الفريق تاعهم بزاف حبوا الفوز، وحنا ان شاء الله نكونوا واجدين باش نفرحوهم في اي لحظه ان شاء الله، نفرحوا الفريق تاعنا والانصار تاعنا ان شاء الله.